مستمعينا، كتران الحكي هاليومين على تصعيد روسي بتواجد العسكري بسوريا، مع أنه نحن ما بعرف كتار منا ما بتذكر من الروس بسوريا عم نحكي، غير أنه مثلا شو يعني أنه يكون في روسي بسوريا؟ يعني سيرك مثلا، عن جد في سيرك متجول بيكون في روس. في شغلة تانية ما بدي أحكيها على الهواء، وفي شغلة تالتة تبع الخبراء الروس. خبراء الروس يعني قلة فرق بين السيرك وبين الشغلة التالتة، لأنه معروف كان السلاح الروسي اللي كان يتمون به قوات النظام والجيش ضلت واقفة شي 40 سنة ومصدية يجوا يطقطقوا فيها، أكثر من هيك ما عرفنا. وآخر شي طبعا استخدموا هالصواريخ هاي مو باتجاه الجنوب أو باتجاه الجولاند، باتجاه المدن السورية والقرى السورية. على كل حال، كل هالبروباغندا اللي عم نسمعها لنا يومين انه الروس وبوتين والقيصر والمدري شو ونابليون موسكو وغيره وغيراته، كلياته في بعض صحفيي العرب بيقولوا انه الموضوع كتير يعني اشبه بالسيرك مو اكتر من هيك. ولهيك رح نسأل ثلاث اسئلة بالحلقة. اول سؤال بيقول: الا تلعب موسكو في الوقت المستقطع؟ سؤال الثاني: اليس الحضور الروسي في سوريا على حساب الايراني؟ سؤال الثالث اللي راح نحكي فيه بآخر الحلقة عن قصة الجنون مع نابليون العربي، وعنوان الحلقة السيرك الروسي. ألا تلعب موسكو في الوقت المستقطع؟ شو يعني الوقت المستقطع؟ ليه بسوريا في وقت مستقطع؟ هي في؟ هلا بعض المحللين عم بيحكوا انه هلا معروف اداره اوباما، الاداره الامريكيه من لما اجا ما بيحكي غير حكي بالنسبه للوضع السوري، فقد الشرعيه، راس النظام فقد الشرعيه وغيره وغيراته، الكيماوي خط احمر، الوضع الانساني خط احمر، وكلها تخطوط بالهوى. بس اما في اللي بيراقب شوي شو عم بيصير هلا بالتحضيرات للانتخابات الامريكيه، واللي بيعرف شو ممكن السياسة الأمريكية تشتغل بالعادة، يعني بمعنى أنها هي هبة باردة وهبة سخنة. يعني بيجي واحد مثل بوش الأب بيعمل حرب العراق، بيرجع واحد بيجي واحد مثل كلينتون بيجي وراه بيعمل هيك نوع من بيلم الثمار بعد المعارك اللي عملها الجمهوري بوش الأب، بيرجع بيجي واحد مثل بوش الابن كمان بيساوي حرب العراق الثاني وبيخرب المطارح، بيرجع بيجي واحد مثل أوباما بيلم الثمار. فهلا شو اللي جاي بكونه هلا باقي له يعني اوباما شغلت سنه وكم شهر؟ في بعض المراقبين بيقولوا انه الهب السخنه جاي. فبالتالي الروس وتاريخيا عبر التاريخ الحديث يعني معاصر من بعد الحرب العالميه الاولى، مو حتى الحرب العالميه الثانيه، معروف انه في فراغات معينه كانت تتركها امريكا بمراحل معينه. في ثلاث مراحل مرقوا قبل بعهد رؤساء امريكان، منهم كارتر ومنهم هذا أوباما، أنه كان هيك يكون في انكفاء أمريكي وبالمقابل يصير يطلعوا بعض العمالقة الورقيين اللي بيرجعوا بعدين بينتفخوا بينقطفوا بعدين. بالتالي يمكن تكون فعلا روسيا عم تلعب بالوقت المستقطع. خلينا نحن نشوف إذا هالكلام مزبوط من خلال كلام كتير من الصحفيين العرب اليوم بالصحف وبمقالاتهم. في عنا مقال بعنوان: الدب الروسي هل ينزلق إلى المغطس السوري؟ للأستاذ أسعد حيدر بالمستقبل اللبناني. بيقول بمقدمة مقاله: هل نزل روس القيصر بوتين في سوريا؟ ولماذا؟ وإذا لم ينزلوا فلماذا التهويل بهم؟ ولماذا ربط هذا التحول بالبحث عن حل سياسي؟ وما هو موقف واشنطن الحقيقي من هذا الحدث الانقلابي استراتيجيا؟ هذه الأسئلة غيض من فيض، لكنها تنتظر إجابات غير موجودة حاليا، لأن التطورات الميدانية والمفاوضات السرية المقفلة هي التي تقدم الإجابات المنتظرة، ما يلزمها لتتشكل وتتكون مقدمة لأن تصبح الصيغة النهائية للحلول. وبيربط الأستاذ أسعد حيدر بين التصعيد الروسي اللي هو أغلبه تصريحات وصور مدري شو لقوات إلون ومخططات لقواعد بحرية وبرية وجيوش وما أعرف شو، بيربط بين هذا التصعيد الروسي وانعقاد القمة الأمريكية السعودية. الأسبوع الماضي كان في قمة بواشنطن سعودية أمريكية. وبيرجع لاحقا بمقاله بيقول أسعد حيدر:
القيصر ضخم من نزوله العسكري في سوريا ليكون حاضرا في البحث عن الحل السياسي، يعني مو نازل عمليا، مو نازل هو لا يساوي معارك، هو نازل على الساحة نوع من الاستعراضات. هني أشطر شغلة فيها الروس على فكرة موضوع الاستعراضات، إذا بتتذكر أنت أو هيك بتسأل حالك بذاكرتك مصطلح استعراض عسكري، أول شيء ممكن يجي على ذاكرتك السورية صور لمخيلتك، يجي الميدان الأحمر هذا بيسموه الساحة الحمراء تبع موسكو الكبيرة هيك، وعم يمرقوا فيها الصواريخ وواقفين قدامهم الزعيم السوفيتي هيك هو واللجنة المركزية السوفيتية وما عارف شو هدول واقفين هيك وعم بتفرجوا على العرض العسكري. بينما بالمقابل بذاكرتك إذا بدك تحاول مصطلح العرض العسكري تحاول تشوف شو في عرض عسكري أمريكي، يمكن ما كتير يعني تحضر لذاكرتك بالقوة اللي بتحضر فيها الميدان الأحمر هذا. ليه الساحة الحمراء؟ ما بعرف إذا إلها علاقة بأنه أحيانا إذا اثنين كانوا هيك عم يتقاتلوا بالشارع اللي بيكتر حكي وبيبعبع وبيصرخ كتير بيكون ضرب البوكس عنده أقل، هيك العادة، ما بعرف إذا إلها علاقة. على كل حال الكاتب أسعد حيدر بيشوف أنه الموضوع هو تضخيم من نزول العسكري كرمال أنه يعني شوية هوبرة من شان يكون لهم دور ما بحل سياسي عم ينزرع هالأيام. بيتابع الكاتب بمقطع آخر وبيقول بمقاله، أسعد حيدر بيقول: الدب الروسي لم يخرج من سوريا ليعود إليها اليوم، لكن فرق كبير بين أن يكون موجودا على الأرض في قواعد محددة وبين أن ينزل في المغطس السوري. يعني في حال هالكلام كان فعلا هو لمرحلة شيء شبيه باللي صار معه بأفغانستان مثلا سابقا لما كان اتحاد سوفيتي، يعني نزل بأفغانستان وتلقى صفعة قوية كتير بأفغانستان، يعني تبهدلوا الجماعة فبتكون ورطة. هلا بيقول هو بتحليله أسعد حيدر بأنه هذا النزول في حال فعلا هو كان إلى حد ما دقيق بيكون إما خيار من اثنين، إما اتفاق مع الولايات المتحدة وأنه نهاية هالمشاركة بتكون بدفن داعش وإخراج الأسد، طبعا هاي وجهة نظره، أو بيكون نازل يتحدى مثل مصطلحات أسعد حيدر متحديا النسر الأمريكي. وهون بيذكر بأنه بيحكي عن تجربة أفغانستان للسوفيت قدي كانت يعني بلوي، وبيقول سيكون تجربة مصغرة، يعني ما حصل في أفغانستان للسوفيات سيكون تجربة مصغرة لما سيصيب الدب الروسي في سوريا في حال نزل هالنزلة. بيتابع الكاتب بنهاية مقاله تقريبا بأفكار تانية، بيقول تدفق السوريين، لأنه بيحكي عن الدور الأوروبي والاهتمام العالمي الحالي وأنه بدأت تتغير الصورة بالنسبة للاهتمام بالقضية السورية بعد مرور 4 سنين. يعني قبل كنا نسمع تصريحات اجتماعات مؤتمرات بس على الأرض ما كان لا شيء. طبعا هالشي ما كان كمان فوق المصيبة طبعا أنه اجتماع الفاضي كان يقدم ذرائع وهمية لجماعة أبواق النظام مثلا أو للنظام نفسه ليقول ليك عم يجيبوا تسليح ودعم من الغرب، علما أنه هو بلسانه الأمريكان ظلوا يقولوا مساعدات غير فتاكة. شو يعني مساعدات غير فتاكة؟ اللي تقدمت لأي حدا من الثوار، يعني عربة نقل، هاي بالوسائل الإعلام عربة نقل جنود أو وجبات غذائية أو اتصالات هيك مثلا، شيء له علاقة بالاتصالات ما يحكوا مع بعض هيك توكي ووكي. يعني على كل حال بيقول الكاتب أسعد حيدر ليدلل على موضوع التغير الاهتمام العالمي، بيقول تدفق السوريين الهاربين من الجحيمين الأسدي والداعشي على أوروبا أيقظ حكوماتها وشعوبها. بالتالي بيقول لم يعد يفيد الكلام، إعلان الرئيس فرانسوا أولاند الانخراط في الحرب الجوية ضد داعش الذي وسع نفوذه هو لمعرفة ما يحضر ضدنا وما يجري ضد الشعب السوري. وضع هولند داعش والأسد في الهدف، أو وضع هولند داعش والأسد في الهدف ينقذ الشعب السوري وأوروبا. يعني إلى حد ما واضح الموقف الفرنسي، الرئيس الفرنسي بيحكي بأنه نفس الترتيب مثل ما احنا نسميه التوأم السيامي، داعش والأسد هن نفس القصة، اللي بده يضرب داعش بده يضرب بشار. بكل الأحوال آخر عبارة من ناخدها من مقال الأستاذ أسعد حيدر اللي بيحكي فيها عن موضوع أوباما بآخر أيامه،
أوباما هو فقط إذا ما كان بده يحسم الوضع بسوريا فهو على الأقل عم يزرع شيء رح يقطفه الرئيس الأمريكي جاي. وبعبارة أسعد حيدر بيقول أسعد حيدر ربما أوباما لن ينجح لكنه على الأقل يكون قد زرع ليحصد الرئيس الأمريكي المنتخب في ربيع 2017، يعني الموعد قريب شغلة سنة وشوي. طالما حكينا مثل العادة اليوم عن السيرك الروسي اللي نحن كسوريين ما بنتذكر الروس، إما مثل ما حكينا إما خبراء روس أو السيرك الروسي هذا اللي كان يجي متنقل على المدن والقرى، أو شغلة ثالثة بالنسبة للروس بذاكرة شباب سوريين معروفة شو هي ما بنحكيها على الهواء. في سؤال تاني عنا بحلقتنا بيقول أليس الحضور الروسي في سوريا على حساب الإيراني؟ ما حدا خطرت له هاي القصة، لأنه ملالي طهران عملياً إذا حدا بيدقق شوي بيشوف أنه لما طلع بشار بال2005 من لبنان كان لمصلحة إيران، عن جد كان لمصلحة إيران، لأنه حزب الله نزل مكانه ميليشيات حزب الله. وحتى بالمناطق السورية بأكثر من مكان بتلاقي وصل لمرحلة أنه بعد شوي بتحس أنه هن الإيرانية بدهم يسقطوا النظام، مو يسقطوا النظام بمعنى يسقطوا النظام، بس للأسف كأنه هن عم بيساووا المهمة اللي تكفل فيها الشعب السوري لكن لمصلحتهم، يعني يهروا قوات النظام بمكان لينزلوا هن مكانه، فما خلوا مكان لحدا، فما حدا خطر له أنه الروس أصلا هلأ بالتصعيد تبعهم هذا على الأقل الكلامي اللي ممكن يتطور أكتر على الأرض، هن بس بيحاولوا ياخدوا حصة. واللي بتذكر شوي لورا بيشوف أنه من شي شهر شهر ونص انصارت كثير موضوع أنه راح أحد الضباط التابعين لبشار الأسد وحكى بالخليج مع إحدى القيادات الخليجية من شان موضوع حلول بسوريا وهيك، وأنه وقتها انوضع على المحك لما نسأل بوجود شهود روس أنه شو رأيك نحن منروح على حل انتخابات مبكرة وكيت وكيت وكيت، شو رأيك فيك تاخد قرار؟ قام هو كان جوابه أنه كيف بدي يرجع للإيرانية تشاور أنا وياهم شو بدي نسوي معهم. بالتالي ثبت وقتها بأنه النظام كلياته مو مكترس أصلا بالقيادة الروسية طالما إيران بتكون موجودة، ما بيقدر يقطع خيط بدون ما يرجع على طهران. بالتالي لازم يكونوا اكتشفوا بالدليل القاطع الروس انه هن ما لهم اي تأثير، يعني حتى اذا بدهم يقعدوا على طاولة بيوم الايام يعني كان لهم نفع هن لما كانوا يساووا فيتو بمجلس الامن، بس على الارض كأنه ما لهم وجود. ومين اللي عمليا هن ضايمون بموضوع الوجود على الارض؟ هن الايرانية، فما بالك ليه ما حدا خطر له انه يكونوا هن اصلا هلأ بحاولوا يصعدوا منشان ياخدوا حصة على حساب الايرانية، لانه اكيد ما رح ياخدوا الروس حصة على حساب الشعب السوري أو الثوار بأماكن أخرى، لأنه ما قدموا أبدا أي أرضية ليتفاهموا مع السوريين هنه، فأكيد بتكون ضمن 20% متبقي للنظام. بالتالي خلينا نشوف شو كاتب سركيس نعوم، الكاتب سركيس نعوم بالنهار اللبنانية تحت عنوان إيران حاجة لتوحيد سوريا ولتقسيمها، بيقول ببداية الكلام المفهوم الذي تنطلق منه روسيا لمعالجة الأزمة أو الحرب في سوريا وخارجها يرتكز على تفاهم يشمل الشرق الأوسط بمسلميه العرب وغير العرب من أجل مواجهة الإرهاب، وإذا قبل ذلك فلا بد من انعقاد مؤتمر إقليمي لكل اللاعبين الذين لهم علاقة بالموضوع المطروح وفي مقدمهم المملكة العربية السعودية وإيران وتركيا ومنظمة الأمم المتحدة وأمريكا وروسيا. هون في ملاحظة ببداية مقال لسركيس نعوم بتحكي عن موقف التركي تحديداً، بيقول أما تركيا فتبدو متحمسة في رأي هؤلاء. كيف تكون متحمسة؟ بيقول ذلك أن رئيسها رجب طيب أردوغان أعلن بعد لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في باكو ثم بعد حديثه الهاتفي معه أن موقف الأخير يعني بوتين من سوريا صار مشجعا أكثر من ذي قبل، إذ ترك انطباعا أنه لم يعد مع فكرة استمرار دعم الرئيس بشار الأسد حتى النهاية. الكاتب سركيس نعوم بيتنقل بين مواقف أكثر من جهة اتجاه الشيء اللي عم يدور حاليا، بيقول ما هو الموقف الأمريكي في هذا الحال؟ بيحكي هو أنه الأمريكان متقبلين أنه يكون الإيرانية جزء من الحال بسوريا، بس هو بيحكي هون أنه شو ممكن يكون موقف محور اللي هو إيران وميليشيا حزب الله. بيقول عن هذا الشيء أنه هن أمام خيار من اثنين، الأول هو محاولة إحباط أو إجهاض الترتيبات الأمريكية الروسية العربية، والثاني هو موافقة إيران على الانضمام ومن موقع قوة إلى موسكو وواشنطن وأنقرة.
أما توقع الكاتب فهو أن إيران تشتغل على الخيارين اثنين سوا طبعا بالترتيب، يعني أول فترة تلعب لعبة أنه هي مو مع الاتفاق وتشاغب على إجهاضه، ولاحقا لما توصل لمرحلة تستوي فيها بيقول قبل أن تقبل لاحقا بالثاني. الطرح الثاني بمقاله بيحكي أنه كيف يتصرف النظام السوري في المرحلة الحالية المشروحة أعلاه. بتابع بيقول معسكر طهران الأسد يحاول تحسين حصته في اتفاق التسوية السياسية الذي سيكون مشابها ربما لاتفاق الطائف اللبناني. طبعا هذا حسب وجهة نظر الأستاذ سركيس نعوم بالنهار اللبنانية. بتفاصيل الموقف اللي له علاقة بإيران ومملوك الشام تبعهم بيقول لابد أن تركز إيران والأسد على إحكام السيطرة على مناطق الكثافة العلوية والمناطق التي يعتبرانها استراتيجية لحزب الله اللبناني. وهذا الكلام كان واضح حتى وصل لمرحلة الوضوح مع التقية، يعني صار بالمرحلة هاي عم يحكي عنه بشكل علني. كان خطاب بشار الأسد هذا اللي عمله من شي أسبوعين ثلاثة كان واضح لما كان عم يحكي هو عن احتفاظ والتكتيكات والانسحابات التكتيكية من مطارح معينة، قال والاحتفاظ بأماكن أكثر أهمية سماها أو اللي بيسموها هن سوريا المفيدة. فبالتالي بناء على هذا الكلام بيقول الكاتب إيران قد تميل إلى اعتماد خيار تقسيم سوريا في حال إصرار العرب على خطة أو مشروع لا يناسبها، وهذا طبيعي. وبناء عليه بيقول في النهاية يعتقد الإيرانيون، وهون كلام كتير مهم، في النهاية يعتقد الإيرانيون أن ما سيحصل في سوريا هو التقسيم إما رسميا أو باسم آخر، والقتال الدائر الآن هو بين الخطة باء لإيران والأسد والخطة ألف للمعارضة السورية الهادفة إلى تحرير سوريا وإبقائها واحدة وحكم الغالبية لها. وقد يكون أفضل للمعارضة أن تعدل سياستها العامة بحيث تجعلها ترتكز على الوحدة الوطنية والتعددية. يعني التناقض اليوم بهالمرحلة هو بين إيران وجماعتها بسوريا اللي بدهم تقسيم يضمن لهم حصة مناسبة يحكموها بشكل مطلق بالأماكن المفيدة لمخططاتهم، أو الطرح اللي بيناسب السوريين ككل اللي هو الحفاظ على وحدة سوريا. أكيد بيخطر ببالنا لما نكون عم نحكي عن الدور الروسي وعن القيصر تبع موسكو بوتين، على الأقل هيك بيصور، يعني بتشوفه بالكاميرات بتاخد له صور بالمناسبات الرسمية وكأنه قيصر فعلا، فايت من باب كبير وصافين على جناب هذا الطريق الأحمر تبعه والبساط الأحمر، الجنود وشغلات هيك قلدوا فيها بشار. طبعا كان ملاحظ هذا الشيء بعض المراسم تبعه، فبيذكر هذا الشيء بنابليون على الأقل من حيث المظهر، بس بيذكر أكتر بنابليون مجنون اللي هو مو نابليون الأساسي الفرنسي صاحب الطموح الشخصي العظيم، لا بيذكر بحدا عايش وهم النابليونية. في مقال لباسل طلوزي بالعربي الجديد بعنوان نابليون في عمان بيحكي عن شخصية نابليون هاي، وهي شخصية مشهورة بالنسبة حسب الكاتب مشهورة بعمان وهلا بنعرف عن شو هي. بيقول كان مجنونا فريدا ذلك الرجل الذي حرث شوارع عمان بزيه النابليوني المميز، أزيد من 20 عاما وبعصا الماريشالية التي يتأبطها كأنه في استعراض عسكري متواصل. كثيرا ما رأيته في وسط العاصمة معتمرا قبعته السوداء الطويلة متبخترا بمشيته، وأحيانا كان يدس ذراعه في باطن معطفه الأحمر الطويل لتستقر خلف ظهره حاسرة معها طرف المعطف ليظهر سرواله الأبيض العريض وابتسامته لا تفارق شفتيه، وهو ينظر باستعلاء إلى الأمام غير مكترث بكل ما يدور من حوله وكأنه مستغرق في خطة الغزو المقبلة التي ستتيح له اقتحام أسوار عكا التي هزمت أساطيله. بيقول كاتب باسل طلوزي لم يغب هذا المعتوه عن ذاكرتي أبدا، ليس لأنني لم أصادف مجانين في حياتي، بل لأنه رحل عن الدنيا من دون أن أحل اللغز وراء تخفيه بزي القياصرة والزعماء على خلاف المجانين الآخرين. هو بيتساءل وبيطرح تساؤلات بباقي ما قاله باسل طلوزي عن هذا الكاركتر، أنه شو السر اللي
عامل هيك شخصية الزعيم الأهبل بالشارع، بيطرح عدة تساؤلات واحتمالات. بيقول: أتراها كانت عقدة الزعامة المتأصلة في الشخصية العربية، وبالتالي أنه يبحث عن زعامته في جنونه، وبناء عليه بيشوف الكاتب أنه إذا كان هذا هو الخيار فعلا لتفسير هالظاهرة، هذا النابليون العربي، فهو للتنفيس عن عقدة الزعامة كما يفعل الرجل العربي الذي يمارس زعامته صغيرة في بيته وعمله وشارعه ومخفر شرطته. طبعا عقد الزعامة يعني. بيتابع الكاتب وبيقول: تتمثل بالسخرية العربية المبطنة. هاي القصة ممكن تكون احتمال الثاني، أن تتمثل بالسخرية العربية المبطنة من كل الزعامات العربية التي شاء لها سوء طالعنا أن نصاب بدائها منذ عقود، فرحنا نخترع الطرفة تلو الطرفة على هذه الشخصيات البهلوانية التي لا تصلح لغير أداء أدوار القرود في عروض السيرك، على افتراض أن القرود ستسمح لها بالحط من مكانتها الفنية. أنه حتى إذا بده يكون قرود بالسيرك ما رح يعني ساعتها العفو من القرود. ختام المقال بيلخص كثير من التفاصيل المذكورة والشيخة اللي بيحكي عنها الكاتب، بيقول فيها: يؤلمني كثيرا أن تكون معادلة الفعل وردة الفعل العربية وحدها قائمة على المساواة في القوة والاتجاه معا، يعني صفر، حيث لا فرق بين زعماء مجانين وشعوب أشد جنونا، بين من يجنون من شدة البكاء ومن يجنون من شدة الضحك، وفي الحالين يبقى الجنون العربي سيد المراحل برمتها. مع كلام باسل طلوزي عن نابليون العربي ننتهي من حلقتنا اليوم اللي كانت بعنوان السيرك الروسي. للاستماع لحلقة فيكن تابعونا على صفحة راديو أورينت على الفيسبوك، ونشوفكم بكرة إن شاء الله. باي باي. مليون مرة اقروا وما تحلقوا، نحنا ما دخلنا لكسكوت. أسبرين. تقديم وإعداد حازم العريضي، فادي رياض. فكرة وإشراف فارس الذهبي. موسيقى وإخراج خالد قطرميز. من إنتاج راديو أورينت. أسبرين يزيل الألم، يخفف الحرارة، يعيد الشعور بالصحة. صح. راديو أورينت بترد الروح.